والآن ينضم إلينا من يريفان العاصمة الأرمينية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية حدثنا عن ما جرى اليوم من توقيع مذكرات تفاهم، من عقد قمة ثنائية بين الرئيسين، وأخيرا المؤتمر الصحفي. قمة ثنائية ومذكرات للتعاون والتفاهم تدشن لصفحة جديدة في العلاقات المصرية الأرمينية. زيارة هامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصفت بالتاريخية لأنها أول زيارة للرئيس المصري منذ تدشين العلاقات بين مصر وأرمينيا في عام 1992. كما تابعنا وقائع التوقيع على مذكرات التفاهم، مذكرات التفاهم في مجالات الشباب والرياضة، في مجالات التعاون الفني والتكنولوجي، وأيضا في مجالات التعاون بين المناطق الاستثمارية الحرة في الجانبين. في الواقع هذه المذكرات التفاهم الثلاث سبقها توقيع عدد من الاتفاقات، ومذكرات التفاهم والتعاون وصل عددها إلى 50 مذكرة للتفاهم والتعاون على حد قول الرئيس الأرميني فهجان خاتشاتشيان. هذه المذكرات تدشن كما أشرنا لصفحة جديدة من التعاون في كل المجالات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في المؤتمر الصحفي وقال إن حجم التبادل التجاري من المنتظر أن يتضاعف خلال المرحلة المقبلة في ضوء توافر إرادة سياسية بين الجانبين لدعم وتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية وأيضا الثقافية والفنية وغيرها من الفعاليات المرتبطة ارتباط وثيق بوجود جالية أرمينية يزيد عددها على 10,000 نسمة تعيش على الأراضي المصرية منذ نحو 2000 عام، تحتضنهم مصر قيادة وحكومة وشعبا توفر لهم كل الدعم والترحيب كما جاء على لسان الرئيس الأرميني. أيضا هناك أطر للتعاون أخرى تتعلق بمختلف القضايا كان في مقدمتها كما أشار رئيسان، القضايا المناخية المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئة. الرئيس الأرميني أشاد باستضافة مصر وتنظيم مصر لقمة المناخ العالمية كوب 27، وقال إن هناك تنسيق يجري بين القيادتين السياسيتين على أعلى مستوى اهتماما بهذه القضايا المناخية الهامة، و أرمينيا تولي دعما واهتماما كبيرا بالتحركات المصرية في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي والدولي. أيضا هناك إشارة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف القضايا، خاصة القضايا المتعلقة بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، منطقة آسيا الوسطى. ودعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتباع السياسات الرشيدة والحكيمة والحلول السلمية لحلحلة الأزمات والصراعات التي تنشب بين الحين والآخر في هذه المنطقة الهامة، في إشارة من سيادته إلى النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورا كاراباخ. الرئيس الأرميني أشاد بالدور المصري الذي تطلع به القاهرة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وقال إن مصر تلعب دورا إقليميا وهاما للغاية في حفظ أمن واستقرار هذه المنطقة، وأن الاتصالات السياسية ولن تنقطع بين الجانبين، في إشارة إلى دعم أرمينيا للتحركات المصرية سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. في الواقع تصريحات الرئيسين جاءت خلال هذا المؤتمر لتدشن لصفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتعكس توافر الإرادة السياسية بين القاهرة ويريفان على دعم وتعزيز العلاقات في المستقبل القريب، استنادا إلى الموروث التاريخي والثقافي والحضاري لكلا البلدين، واستنادا أيضا للعلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من 2000 عام. هناك أيضا إشارات صدرت عن كلا الرئيسين بأن هناك تنسيق على أعلى مستوى في المحافل الدولية حول عدد آخر من القضايا، مثل قضايا الحفاظ على أمن واستقرار كل المناطق التي تشهد نزاعات، وأن هناك تنسيق يجري بين العاصمتين حيال عدد من القضايا التي تهم كلا الجانبين في المرحلة المقبلة، وأيضا إشارات إيجابية للغاية بين الرئيس السيسي والرئيس الأرميني بأن الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاقة كبيرة فيما يتعلق بالصعيد الاقتصادي
والصعيد تحديدا التجاري، وايضا التعاون العلمي والفني والتكنولوجي، خاصه اذا ما علمنا ان هناك الصندوق الفني لدعم وتمويل الدول الكومنولث والتابع لوزاره الخارجيه المصريه، الذي يوفر عدد كبير من المنح الماليه والفنيه والتقنيه لبناء قدرات والكوادر الارمينيه في عدد كبير من المجالات. ويكفي الاشاره الى انه في هذه الاثناء تحديدا يتدرب عدد من الدبلوماسيين الارمن في المعهد الدبلوماسي التابع لوزاره الخارجيه المصريه، وغيرهم ياتون على فترات يفدون الى القاهره لتلقي عدد من الدورات الفنيه والتقنيه، وايضا بعض المنح العلميه في مجالات التكنولوجيا وفي مجالات ايضا تحليه المياه والزراعه وغيرها من هذه المجالات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان الفتره المقبله ستشهد ايضا تعاونا كبيرا بين البلدين في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر ومجال الطاقه الجديده والمتجدده، استثمارا للامكانات الهائله في مصر في هذا المجال، وايضا استثمارا للخبرات الفنيه المصريه في تدشين عمليات للتنميه المستدامه وتدشين مشروعات كبيره في ارمينيا. السيد الرئيس الارميني اشاد بالخبرات المصريه التي تراكمت على مدار الثماني سنوات الماضيه على خلفيه المشروعات القوميه الكبرى في مصر، وطلب مد يد العون من جانب مصر لمساعده ارمينيا في شق عدد من المشروعات وبناء وتشييد عدد من المشروعات في أرمينيا، استنادا كما أشرنا إلى الخبرات المصرية الفنية في هذا الشأن. في واقع الأمر، سواء ما يتعلق بجلسة المباحثات الثنائية أو الموسعة أو توقيع الاتفاقات وانتهاء بالمؤتمر الصحفي وتصريحات كلا الرئيسين، كل هذه الفعاليات تعكس بجلاء الإرادة السياسية المتوفرة لدى كل من القاهرة وريفان لدفع وتعزيز أطر التعاون بين العاصمتين في كل الأصعدة، ليس فقط الصعيد السياسي وإنما أيضا الصعيد التجاري والاقتصادي والفني، وأيضا على صعيد الأمني والعسكري والصناعات الدفاعية العسكرية المشتركة. نعم يوسف. نعم زميلي موفد التلفزيون المصري إلى العاصمة الأرمينية يريفان علاء رشوان، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا.